العداله الاجتماعيه، قيم المجال المدرسي، الانضباط والمواظبه والانشطه الموازيه، واخيرا قيم الانفتاح على الخارج التي سيكون لها الدور الكبير في تكوين الهويه. هذا المؤتمر اللي كيتنظم سنويا واللي خدا العنوان ديالو هذه السنه هو الامكانيه ديال اننا نقوموا بترسيخ الهويه المغربيه مع الحفاظ على التفتح على العالم الخارجي وعلى التكنولوجيا المتقدمه. وفي هذا الملتقى ان شاء الله قمنا باستدعاء واحد المجموعه ديال الخبراء واحد المجموعه ديال الباحثين لاجل النهوض بالمنظومه التربويه، واننا نشتغلوا على اساس انه الطفل او التلميذ المغربي يتمكن انه يترسخ في الهويه المغربيه ديالو اللي غنيه بالحضاره ديالها والثقافه ديالها، وفي نفس الوقت انه يكون فاتح للعالم الخارجي والعالم العالمي، ويكون عنده واحد الروح ديال وثقافه ديال انه يتحاور ثقافه الاختلاف، ثقافه العمل المشترك، وثقافه تطوير الذات. وهذه الامور كلها ان شاء الله غنقوموا بواحد المجموعه ديال الاعمال والورشات لاجل نخرجوا بواحد الصيغه اللي تكون صيغه مطوره للمنظومه التربويه. في حقيقه الامر الوزاره مشكوره على العمل ديالها وعلى جميع الخطوات اللي كتقوم بها لاجل المواكبه ديال التعليم عامه، وكنظن انه حنا كنشتغلوا على المدرسه المغربيه وعلى الطفل المغربي، وكنقولوا انه حنا كنا مغاربه وكنا خصنا نكونوا مشبعين بواحد روح المواطنه، وكنساعدوا مع بعضياتنا لاجل النهوض بهذا القطاع وبالتربيه في بلادنا. لقائنا اليوم حول اللقاء الجهوي حول المدرسه الخصوصيه، انتمائها المغربي وتطلعاتها العالميه. هذا اللقاء يدق بقوة سؤالا أو يطرح بقوة سؤالا حول مستقبل المدرسة، بما هي ورش اجتماعي وورش تربوي وورش تعليمي منفتح على محيطه العام والخاص. أكيد أن التحديات كبرى والرهانات أكبر، هذه الرهانات التي أطرتها خارطة الطريق 2026 والتي تتبنى مداخل رقمية لتجاوز مجموعة من الصعوبات وأيضا تيسير التعلمات في وجه المتعلمات والمتعلمين، كل هذا في إطار مدرسة الجودة للجميع. هذا حكم قيمة أولا. اللقاء هذا اللقاء يخص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يخص انتماء هذه المؤسسات إلى المنظومة التعليمية المغربية وأفاق تطلعاتها إلى التجارب الرائدة الدولية، وهذا يؤطره أو تؤطره خارطة الطريق بمشاريعه الكبرى. الآن نحن أمام التحول الرقمي للمؤسسة المغربية، التحول الرقمي ليس غاية في ذاته وليس هدفا في حد ذاته، ولكن هو آلية لتجويد التعلمات وأيضا النهوض بالمدرسة المغربية بشقها العمومي والخصوصي. نحن على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا نميز بين المدرسة الخصوصية والمدرسة العمومية. هذا اللقاء كما قلت خاص بالمدرسة الخاصة، وأيضا كل ما يخدم هذه المدرسة يخدم التلميذ ويخدم المتعلم المغربي بالدرجة الأولى، وهذه هي الغاية التي نلتئم حولها اليوم. بطبيعة الحال كورونا أكدت للجميع أن الآن التحول الرقمي أصبح طريقا مفروضا للوصول إلى المستقبل، ولعل أسئلة اليوم هي تصب في هذا الاتجاه ومنبتها الأساس. الأسئلة التي طرحها المجتمع العام أو المجتمع العالمي بصفة عامة إبان فترة الحجر الصحي. عبد الخالق نتيج، رئيس إقليمي رابطة التعليم الخصوصي وكذلك مؤسس ومشرف على مجموعة ديال المدارس الخاصة. احنا اليوم إن شاء الله في هذا المؤتمر اللي هو جهوي رابطة التعليم الخاص، اللي هو بشعار رائع مهم جدا اليوم، اللي هي مدرسة مغربية لكن بآفاق عالمية. فهذا هو المجمع اللي تياخذنا اليوم. خاصنا نخدموا على بناء اجيال اللي هما تمتلكوا اصاله المغربيه، ولكن في نفس الوقت القدره على انهم يكون انسان عالمي، يعني كانه واحد الشاب او طفل عنده جوج الاجنحه، جناح الاصاله والتربيه اللي هي مرتبطه بالقيم المغربيه الاصيله، ولكن في نفس الوقت كذلك قادر على انه يكون انسان فاعل في المجتمع ديالو، قادر انه يكون منافس في سوق عالميه مفتوحه امام الجميع. فهذا الملتقى هذا اللي فيه
تقريبا معظم مؤسسات التعليم الخصوصي اللي في الجهه ديال الدار البيضاء سطات اليوم مع مجموعه كبيره ديال المتدخلين اللي هما كذلك رموز داخل المغرب، كالدكتور دريس اليزامي وكذلك مجموعه ديال المتدخلين اللي هما ابدعوا وانتجوا وداروا البصمه ديالهم المغربيه. فان شاء الله يعني تكون ملتقى ذو اشعاع وكذلك يكون عنده مخرجات اللي هي تتهم وتتنفع هذه المؤسسات في بناء يعني الرؤيه ديالها المستقبليه في إعطاء أهمية حقيقية لهذا المكونين، مكون التراث أو الأصالة ومكون الحداثة اللي هو ترتبط برؤيتنا للمستقبل. اليوم غنتكلم على تجربة ديال نيوموتور، كيفاش استطعنا ندخلوا العلم لينوفاسيون اللي كانت هي في المغرب هاد العشرين سنة ديال التطور ديال الاندستري اوتوموتيف، كيفاش مغربي يمكن له يستطع بالامكانيات اللي كتعطيه الدولة هنا في المغرب وليكو سيستيم بانكير ادمينستراتيف كيفاش يخرج المشروع ديالو. دونك سي كومون نشجعوا لونسينيومون à former des entrepreneurs, pas juste des ingénieurs. Parce que derrière l'ingénieur, ou là le médecin, ou là l'avocat, ou l'entrepreneur qui a fait une idée, ou cette idée qui fait une réalité. C'est l'intervention de l'IA. L'IA est une question qui est essentielle dans le cadre التثمين ديال علامات ميدين موروكو، وخصنا نعرفوا بانه التكوين اليوم هو تكوين الشباب، وهذا الشباب اللي هما مستهلكين غدا ديال ميدين موروكو. الا عطينا الشباب ديالنا والتلاميذ ديالنا والطلبه ديالنا هاد الحب ديال الوطن، هاد عطيناهم امثله ناجحه في الصناعه المغربيه في البحث العلمي المغربي، غادي نبنيو واحد المواطنين غدا اللي حتى هما غادي يجربوا بهاد ميدين موروكو القدام، وغادي يكونوا امثله للتنميه المغربيه، وغادي يكونوا امثله حتى في نطاق العالمي. اليوم تنشوفوا بان بزاف ديال الناس تيمشيو ديال التلاميذ ديالنا وديال الطلبه ديالنا تيمشيو للخارج باش يكملوا لا كارير ديالهم، علاش ما يبقاوش في البلاد ديالهم ويمشيو معنا في نطاق البناء ديال هذا الميدين موروكو وهذه الاستراتيجيه تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الله ينصره. سعيده جدا بتواجدي في هذا المؤتمر اللي دارته رابطه التعليم الخاص اللي غادي يناقش النموذج المغربي ولا اي تعليم لنموذج المغربي، اي تعليم يلائم الهويه المغربيه والخصوصيه الرقميه. صراحه سعيده جدا بتواجدي في هذا المؤتمر لانه غادي يعرف الحضور ديال قامات علميه وغادي نناقشوا واحد الموضوع اللي في غايه الاهميه هو التعليم، اي تعليم بغينا لهذا المغرب، بغينا المنظومه التعليميه خاصه في ظل التطورات الراهنه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.